وصلنا لمساحتنا الاجتماعية سالي. اليوم رح نحكي عن موضوع خاص بالطفولة وتحديدا عن الفروقات الفردية وكيفية التعامل مع، وطبعا هي الفروقات الموجودة عند الأطفال. اليوم رح نتعرف كيف بنتعامل مع هالفروقات الفردية وشو هي وكيف ممكن نحل هالمعضلة مع استشارية الاجتماعية رندا علي دي. بيسعد صباحك وأهلا وسهلا صباحك. فيكي. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. يسعد صباحك رندا. دائما المواضيع هيك معك إلى، خلينا نقول، شيء جديد، شيء خاص، شيء مميز ممكن نحن نفيد كل مشاهدينا فيه. يمكن دائما هيدي المعاناة الأهل بحسوا فيها كل بداية عام دراسي، يعني فروقات، بحسوا ابنهم عم يفرق، بحسوا في شيء غريب بلش ياخده ابنهم، يعني وخاصة هلأ مع المناهج الحديثة، يعني أحيانا عم توقف الأم عاجزة أمام أنه كيف بدها ترجع تعمل هيك لحالها، هي ابديت وتخلي ابنها يتأقلم على المناهج. نحكي عن هذا الموضوع. تماما. دائما لما تكون الأسر جديدة يكون عندها بس طفل واحد، هي ما بتحس بوجود فروق، ولكن نحن الفروق الفردية موجودة بيناتنا كلياتنا. بتبلش هي تحس بهذا الشيء أو تحس إنه في فرق لما بيجي الأخ الثاني أو بيجي الطفل الثاني، فيتبلش بتستغرب بتفاصيل معينة، سواء بالسلوك، سواء بالطبع، سواء بالميول، بالمهارات، هيك لحتى نوصل للمراحل التعليمية، حتى بيصير بالتعليم بتلاقي في فروق بيناتهم. هلأ نحن دائما عنا مثل هيك هالة لكلمة فروق فردية، إنه نحن من بنوصفها متى ما سمعنا فروق فردية فهي معناتها شيء سلبي، ولكن بالعكس تماما، ممكن تكون هذا الفرق اللي بين الأشخاص أو بين الأطفال هو كتير إيجابي وكتير ميزة بتنضاف ل ل ل ل يعني سيرة الطفل. لهيك نحن أكثر منبلش هاي المعاناة تظهر بشكل أوضح لما بيكون بقلب المدرسة وبقلب الصف. دائما أغلب المعاناة بتكون الأكبر موجودة من المدرس أو من الإدارة أو المعلمة، بغض النظر عن البيت، لأنه بالبيت أساسا الأم ما حتحط تدرس الأخين مع بعضهم، فهي حيكون هو التدريس بالبيت أساسا حيكون كشخص فردي، الأم مع طفلة أو المدرس مع طالبه، ولكن ضمن البيئة الصفية أو ضمن الجو اللي بيكون أكثر من 10 أطفال، أكثر من 20 طفل، خصوصي أنه في صفوف معينة لأعمار معينة بيكون عدد الأطفال بالصف كبير، فأكيد بيكون في فروق كتير بيناتهم، بتكون ولو كانت فروق بسيطة ولكن هي كتيرة، فهي بتستوجب أنه يكون في عنا خطة درسية معينة لحتى نقدر نصهر كل هالفروق ببوتقة واحدة لحتى تكون طريقة تعليم مناسبة. نعم. للجميع للفائدة. نعم. هلأ حكينا بالنسبة للأسرة مثلا إذا كان عندها أكثر من ولد، حتى نحن مثل ما قلتي بنعاني من فروق فردية، إن كان بمجال العمل حتى بمجال دراستنا مثلا. خبرينا كيف ممكن الأم أو المدرسة اليوم اللي بيقضي الوقت هلأ فيها الطفل أغلب وقته تتعامل مع هي القصة، يعني كيف ما كيف المدرسة فيها ما تميز ولد عن ولد، ما تعمل هالفروق مشان ما تحبطه؟ يعني دائما انا بحاول كبيئه صفيه فيها عده اطفال مثل ما حكينا بميزات مختلفه، ميول مختلف، مهاراتهم بتكون مختلفه، حتى جايين من بيئات مختلفه، فنحن دائما بنحط خطه درسيه بتكون على مده زمنيه بتتراوح بين شهر لشهرين، يعني هي ما لها مده بسيطه، بيكون مندرج فيها نحن في عنا منهاج ثابت، بيكون هو هذا ثابت من بداية العام لآخره بخطة سنوية كاملة، ولكن نحن هون بيكون الشغل عنا على طريقة تقديم هذا المنهاج بالوقت. دائما الفروق الفردية بتظهر أكثر شيء بالوقت، أنا بقول مثلا عندي طفل بيستوعب المعلومة ب10 دقائق، طفل تاني ممكن ياخذ نص ساعة. صحيح. فنحن بيكون عنا عامل الوقت هو أكبر تحدي إلنا، لهيك نحن في طريقة هي كتير فعالة وممكن لكل أم أو كل مدرس يطلع عليها ويعمل سيرش بسيط ويجيب معلومات عنها. هي بتعتمد على الأنشطة والمهارات ضمن الحصة الدرسية، بتعتمد على الذكاءات المتعددة، اللي هي بتقول إنه ما في حدا ما عنده ذكاء، ما في حدا ما عنده ميول أو مهارة، كيف أنا فيني أدمجهم كلهم بنشاط واحد بحصة درسية واحدة مدتها مثلا بين 35 دقيقة ل 45 دقيقة،
فأنا ببساطة المعلومة ممكن يكون في عليها نشاط موسيقي، ممكن يكون عليها نشاط حركي، ممكن يكون عليها نشاط كتابي، ممكن يستخدم مواد حسية معينة لنفس المعلومة. فأنا هيكون شغلت كل حواسه، شغلت كل ذكاءاته لحتى الشيء المميز عنده هو اللي يدعم نقطة الضعف اللي عنده. لهيك بيكون في نوع من التوازن، وما بيكون نفسيا حتى للطفل ما بيحس حاله لا هو أقل من المجموعة، لأنه هو في جزء بسيط هو متميز فيه، ولا يحس حاله أنه هو كتير متقدم عن رفقاته، فيصير عنده مثل غرور أو لا مبالاة بالمادة العلمية. كمان بيحس حاله أنه هو في شيء جديد عليه أو ناقصه بيسعى لأنه يحققه أو يتطور فيه. نعم، يعني كمان خلينا نحكي شوية رندا، اليوم يمكن الفروقات الفردية موضوع ما كتير يعني بلاحظوا الأهالي أو حتى المدرسة ما بيحسوا بالولد، هل في له أضرار سلبية إذا تم؟ أي تماماً. هلأ إذا كان في تجاهل لنوع من الفروق، حتى في فروق فردية بين المدرسين، دائماً في مدرس بيحب يعتمد على جانب واحد بتوصيل المعلومة، كمان هذا شيء ما كتير صحي، ودائماً بيغفلوا عنه بتحضير المادة العلمية اللي يقدموها للطفل. لهيك لازم يكون في تنوع، سواء كان عند المدرس سواء كان عند الطفل. لما ما بيكون هذا متحقق فهو قطعاً في له أضرار سلبية اللي بتظهر بالتحصيل العلمي، اللي بتلاقيه ماله جايب علامة منيحة، أو بيقولك أنا مالي حابب المادة، أو أنا مالي حابب المدرس، أو أنا ما بدي روح على المدرسة. فنحن بتظهر عنا بهيك سلوكيات، ولكن بترجعي بتحسي إنه هو عنده مهارة معينة متميز فيها، ولكن هي مغفلة ما عم بيكون التركيز عليها لياخد هذا الشعور بالإنجاز أو إنه له مكانة ضمن المجموعة. لهون نحن دائما بيصير بقى منتقل لأمور هي الأصعب، اللي هي بيصير في عنده أمور نفسية، ممكن مثلا يصير عنده خجل، ممكن يصير عدواني، ممكن يصير كئيب، ممكن يصير لا مبالي، أو أحيانا حتى بيصير عنده أو دافعية، بيصير تلاقيه مندفع كتير لأنه يبرز حاله أنه أنا موجود شوفوني، ولكن لما بتبلشي تسأليه فهو بيطلع أنه ما بيعرف معلومة، هو بس عم بيحاول يلفت نظر له، أو بالعكس يكون عنده نقص دافعية أنه ما عنده أي اهتمام لأنه يبذل أي مجهود ليتعلم أي شيء، لأنه خلص هو محبط، هو عنده فكرة أنه أنا ما بحب هذا الشيء ولا رح أقدر أبدع فيه، ولا حدا علمني كيف أنا ممكن أنجز بخبرة جديدة أو بمهارة جديدة لأكتسب معلومة جديدة وعممها. نعم، دائما نحن بنتطرق معك رندا لموضوع كتير مهم في حال أنه الأم كيف بتعامل الطفل، يعني حتى لو مثلا ممكن أخوه أحسن منه ما تحسسه أنه أخوه ممكن عم يستوعب أحسن منه، ممكن عم يعني حتى المقارنة، يعني حتى بهذا الموضوع قد ايه مهم تكون الأم معلش تواكب ابنها خطوة بخطوة لا تقدر يعني بالنهاية توصل معه لنتيجة. نحن دائما مثل ما ذكرت انه بنسلط الضوء على الجوانب السلبيه بشخصيتنا، اللي لما ببلش يطلع في فرق بيننا وبين الشخص الثاني. كمان الام هيك بتعمل مع اطفالها، فهي بتسلط الضوء على النقطه السلبيه اللي بطفلها. نحن خلينا نسلط الضوء على الشيء الايجابي ونعمم ونقوي بالنقطة السلبية، ونبلش انه ما نعمم هذا الموضوع انه خلص هو اذا بنقطة هو ماله منيح فهو بكل شيء ماله منيح، لا ابدا هي مو هيك. دائما انا بحاول احط ابني بنشاط، دائما لازم راعي البنى التمثيلية عنده، هو كيف صح. ممكن يحصل التعليم، هل هو بصري، هل هو سمعي، هل هو حسي، شو الطريقة الأنسب له لحتى يكون عنده هالبناء التمثيلي ليكتسب المعلومة ويقدر هو يطبقها بالمواد اللي دائما احنا دائما عندنا مواد ما بنحبها، دائما في عندنا مواد ما بتقولي لي انا مجالي علمي انا مجالي ادبي صحيح. فالاطفال كمان صح. هيك لهم ميولات معينه، كمان بخليهم هن يكرسوا هاي الطريقة التعليم تبعهم سواء بصرية ولا سمعية ولا حسية لحتى يقدروا يكتسبوا المعلومة ويحتفظوا فيها ولو كانت هي المادة ما كتير محببة لهم. نعم، نحن بنشكرك يا رندا على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها، وان شاء الله الاهالي يلاحظوا فعلا خطر الفروقات الفردية ان كان بالبيت او كان بالمدرسة. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك رندا، نورتي صباحنا لليوم، شكرا على المعلومات المفيدة اللي اعطيتينا اياها.